مهرجان المدينة بصفاقس يشهد إقبالا جماهيريا محترما لجلّ عروضه، منها عرض مسرحية رجوع لجمعية ستار للفن المسرحي والتي يمثلها نخبة من الشباب المبدع. النص فكرة جديدة، انت بدأت الحكاية من الممثلين اللي هم شباب طموح يطمح باش يقدم حاجة ممتازة، معناتها باش يوري إبداعاته وإمكانياته. اخترنا السيرك كفضاء باش يبدع فيه وباش يلقى فيه الحرية. نعاني ها هك تشوف، ما عنديش واحدة باش نمكيج بها. وين المكياج؟ والله ماني عارف، المكياج وحدنا ونخدموا على رواحنا. رغم هذا باش تفرجنا العرض مزيان الليلة. والله الحمد لله ربي، معناها مش عادي انه الجمعية نتاعنا مش تقوم بالعرض نتاعها كالعادة وسط جمهورها، معناها الجمهور نتاعنا اللي يجينا في مسرحيتنا الأخرى ملام والمسرحية السابقة محكمة العدل. عادي الجمهور نتاعنا اليوم في مسرحية رجوع العرض الأول هذا إن شاء الله يا ربي. أول واحد يجي يسأل على التتويجات، رانا مشينا جروب هذية، مشيت للمغرب هزت الدولي، عم ناول في مهرجان سلا وخذينا 22 جائزة عم ناول. وأول سؤال جينا معناها أول وحيد فكرونا، ويعطيكم الصحة إن شاء الله. عرض يكون في تطلعات معناها للجمهور اللي باش يجينا اليوم، إن شاء الله نقدموا مادة طيبة. شباب يتنفس الفن ويعشق المسرح في عرض تصالحت فيه كراسي مركز الفنون الركحية والدرامية بصفاقس مع الجماهير التي ملأت القاعة في هذا العرض. قاعة أخرى امتلأت في نفس الوقت بجماهير تعشق الطرب الأصيل وتشتاق لشذا ورود الماضي بحناجر وأوتار الحاضر. هي فضاء المسرح البلدي الذي احتضن سهرة باقة ورد والتي قدمها نادي الأصيل للموسيقى العربية بصفاقس وبحضور الفنانة درصاف الحمداني. أقل ما يقال فيه أنه عرض رائع، سمحنا لأنفسنا لبعض لحظات اللي نسمعوا فيها الفن الجميل. والله حاجة ممتازة برشا. الحوايج اللي غنيهم الفنانين اليوم نحسهم بالحق، معناها يتسموا على اسم النادي اللي اسمه نادي الأصيل، حوايج من التراث الأصيل اللي غنيهم، حوايج ممتعة برشا بالحق. أنا نستغرب عندنا صوت كيما هذا درزات حمداني وحضور ركحي وكامل لما جميعه مش مستغلينه، ما شلاش فريمون شيء كبير بصراحه. عجبتني بيان سور، مقبل تعجب وتعجب وديما مش تقعد تعجب. حفل نال اعجاب الحاضرين والمنظمين، خاصه وان التفاعل والتناغم كان جليا بين العازفين والمطربين في جل المعزوفات. لو خيرونا في عنوان لقلنا درصاف الحمداني أجمل وردة في باقة ترابية تونسية. عايشك 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 ميرسي. أنا كلهم كانوا باقة جميلة من الورود وأنا حضرت لهم وردة اليوم لعرض الحمد لله، معناها الكل مشى بالقديه واللي يخدم يلقى كما يقولوا، وما شاء الله معناها هلال بن عمر خدم خدمة جميلة جدا وكل عناصر الفرقة الموسيقية فرقة نادي الأصيل الحق معنا الكل مغلومين واساتذه، وهذا ما ينجم كان يعطيني حافز انا باش نقدم دائما الاحسن. والواحد الفنان شنو يحب اذا كان يغني في مستوى جميل وراقي يعطي كان الراقي والجميل. قدمت برشا عروض منها افتتاح مهرجان العبدليه، ليالي العبدليه قدمت افتتاح مهرجان بنزرت بعرض بنزرتي مع الاستاذ محمد الاسود، العديد من العروض الاخرى زاده كيف كيف، مشاركه كيما اليوم هذه قيمه جدا. ان شاء الله باش نحضر
نحب نحضر عرض كبير وهذا حلم معناها يراودني دائما، وحكيت فيه مع هيئة المهرجان اللي يعني دائما في البحث، هما الكل في البحث عن العروض الفنية ذات قيمة. حتى لو العروض التونسية لا يكفي أن نصعد على ركح مسرح قرطاج ونغني بعض الأغاني وواحد يروح لداره، يعني بالعكس يلزم مشروع فني متكامل يعطي رؤية، يعطي بحث كامل عن الثقافة عن الموسيقى. حضور كان متميز بالحق في الكم والكيف، جمهور ذواق، جمهور حب الأغاني اللي عملناها من الكل وتفاعل معنا والحمد لله يا ربي. لا بالعكس نقول لك الفكرة هذه خفت منها أنا بصراحة، معناتها في العرض ولو كان معناتها كيف تبعتوا العرض تشوفوا معناتها قيمة الأعمال اللي قمنا بهم كانوا على قيمة فنية كبيرة برشا، خفنا من الريسك، قلنا تبارك شي الجمهور تكون الأغاني معناتها ياسر طربية ويجم حتى يغادر القاعة وكل شيء، لكن كما قلت لك قبيلة راهو بالحق فاجأنا الجمهور، الأغاني بعض منهم أغاني تعديوا في أفلام، معناتها بحثنا عليهم وكل شيء تغنيوا في أفلام نلقى الجمهور يغني فيهم. ستار آخر أسدل على ليلة أخرى من ليالي السمر الرمضانية في مهرجان المدينة بصفاقس برجوع المسرح للجمهور وبباقة ورد أصيلة أطلت على التونسيين من أسوار باب بحر بصفاقس.